ازاي انا ابي اعرف وضعي معاك الحين؟ انا ليه متبك عايشه بالشاليني يا بنت الحلال؟ صبري انت، كلها كم يوم اشوف لك شقه محترمه تعيشين فيها، وبعدين احنا كل يوم قاعد نتقابل بالجامعه، شو المشكله يعني؟ سويت ترى انا تعبت، حرام عليك، انا اللي تمنيت ان يكون عندي بيت وريان، انا ما صرت اشوفك الا بالجامعه. يا حبيبتي يا عمري هدي الحين انت، باكر ان شاء الله نتقابل بالجامعه ويحلها الف حلال، خلاص؟ يلا باي. وبعدين مع الحالة هذه جيت أبي أرتاح من المشاكل، لقيت المشاكل زادت، بس بصراحة كل هذا يهون عشان دلال. تفضل. الأخت شمس تقول جاي على حسب موعد بينك وبينها. شمس؟ خليها تتفضل. إن شاء الله. شمس؟ مرحبا أستاذة مريم. هلا حبيبتي. شلونك؟ شو أخبارك؟ شو مسوية؟ شلون صحتك أمه؟ زين الحمد لله، انت شلونك اخبارك؟ الحمد لله حبيبتي الحمد لله. ارتاحي ارتاحي. ما شاء الله عليك. الحمد لله ان الوالد وافق. اي والله استاذه مريم، ابوي وايد مستانس ان اليوم اول يوم دوام لي، وايد شجعني خصوصا ان انا ادرس، فحاب اني اعتمد على نفسي وايد اشتغل وادرس بنفس الوقت. ممتاز ممتاز. على فكرة شمس، ترى قسم خدمة المجتمع عندنا في الشركة احنا تونا مستحدثينه، يعني إذا في صديقات تحبون يشتغلون معانا ترى أنا ما عندي مانع، خلهم يجوني يقابلون السكرتيرة. للأمانة أستاذة مريم أنا ما عندي رفيجات، بس أكيد إذا في أحد أو واحدة من البنات تبي تتوظف راح أبلغها، لأن جدا راح تكون محظوظة وهي راح تشتغل عندك. ما شاء الله عليك ما شاء الله عليك. الو. هلا بنت خالي الغاليه. السلطان انت متى طلعت؟ ليش يكون زعلت اني طلعت؟ انت شنو تبي مني؟ ابد، شغله بسيطه كنت بقول لك ان هديتك وصلت بالحفظ والصون. هديتي؟ ايه، السوارة الذهب معها شويه ملابس، شيء احمر على اخضر، شغله رومانسيه يعني. روحي تأكدي شوفي بنفسك. حقير، أنا الغبن اللي ما حطيته في التجوري، ملابسي أكيد سرقتهم. سلطان انت ليش قاعد تسوي معي شيء؟ بس علشان اخذ راحتي واطلب اللي ابيه. ايش اللي تبيه؟ 10,000 دينار. تدرين
توني طالع من السجن وبصراحة مفلس. نعم أكيد أنت مجنون. لا أبد أنت مو صاحي. لا ماني مجنون، أنت المجنونة إذا ما سويت اللي أبيه. بس أنا عندي خيارين، يا أما أنك تعطيني 10,000 دينار وتأخذين السوارة والملابس، أو أني أخذ أغراضك وأعطيهم حق ريل شحبد وأقول له هذه هدية زوجتك لي، وما يحتاج أقول لك شي راح يصير إذا سمع هالحكي. سلطان حرام عليك يا سلطان، ليش قاعد تسوي فين شي؟ حرام علي أنا؟ مو حرام عليك اللي سويتي فيني وقطتش لي بالسجن؟ شوفي يا سارة، قدامك أسبوع من هاليوم، إذا ما سويتي اللي أقول لك عليه ما تلومي لإن نفسك. صباح الخير. صباح الورد والنور والنور، شخبارك؟ زين الحمد لله بخير. وينك؟ انا عارفه انك مشغوله وعندك مشاكل، بس على الاقل قولي سالي علي على بنات عمك. حبيبتي خالتي ما علي اعذريني، تعرفين موضوعي ولوجته. انت شلونك؟ البنات شلونهم؟ ساره شلونها؟ وي قطع قطع، حتي بين طاريه خلها تولي هذه. انا لو بقعد اسولف لك بلاويها ومصرايبها اسبوع ما نخلص، خلها تولي. وي لهالدرجه؟ سكتي خليها على الله. انزين خالتي انا جايه عشان موضوع اللي عند وليد، ما عليه؟ اي حياش تفضلي. إيه. الله يبشرك بالخير. ايه هذه الاخبار السنعه الطيبه اللي تشرح الصدر اللي تسر الخاطر، عسى الله يوسعها عليك دنيا واخره. المهم اقول لي توسع على شيء، تامر شيء، تحت امرك انا. على خير ان شاء الله. حياك الله. فما الله. يا رب لك الحمد والمنه. هذه الارباح السريعه والطيبه. مو مثل ارباح محلي. أثر تعب وشقة وجلد، أرباح آخر السنة هذا إذا كان في أرباح. يا رب لك الحمد والشكر على كل حال. الظاهر أني بدخل هالمجال هذا من أوسع أبوابه. شوفي طال عمرك ركزي معي عدل، هني أنت أول ما دشيتي وهيك مبين واضح انت طاعي، يوم دشيتي ريت صوب الادويه وهيك مو مبين على طول الكاميرا ماخذه ظهرك. شنو يعني؟ يعني في شيء ناقص واضح، في فريم مشيول متمنتج مره ثانيه. شنو يعني؟ ترى ما فهمت. انا اوضح لك، اللي دشت انت، لكن اللي مصورينها من ظهرها مو انتي، جايبين واحدة ثانية موقفينها نفس شكلك نفس شعرك مصورينها من ظهرها وقالين ان هذا انتي. فهمتي يا لين؟ يا ربي شو هالقدرة؟ شو مسويت لهم انا؟ بعد حسبي الله عليك يا نسبة. عود الحمد لله ان عندي ولد عم على الاقل يفتهم بالتقنية شوي، كان رحت فيها. تسلمين تسلمين يا عود. زين زين بروح اجيب لكم شاي. وي فديت بليدي. عندك انا بس نسيت شغله بالسياره وراح اجيبها. هذا مكتبك، ايش رايك؟ وايد مشكورة أستاذة مريم، أبا المكتب وايد حلو. تفضلي.
له شيء ثاني؟ لا، سلامة عمرك. يلا مبروك. الله يبارك فيك. اشتغلت بشركة جداً كبيرة ومزاياها خيال، وتوها صاحبة الشركة بنفسها قالت لي إنها محتاجة موظفات. إيش رأيك تجيني تقدمي لي؟ شو تشتغلين وياي بنفس الشركة؟ طبعاً الحين تجين الحين. يلا أنطرك. هداش هذه سالفة، خليني مع البنية بروحي بالدار. ويي من صدقك والله على بال عندك سالفة. يعني وين خالتك معاها؟ قاعد بمطعم. خير يا طير، شو السالفة؟ لا بس يما مهما كان يعني فشلة، ممكن لو سمحتي بس تروحين قبلي الدار. يا حلاتك يا حلاتي اللي يخجلون. من صدقك انت الحين تستعب بنت عمك؟ ما علي يما، روحي ان شاء الله على امرك. سويت لك شاي غير شكل. تسلم ايدك. انا اللي سويته. تسلم ايدك. انا اسفه، انا كنت بشغل المقطع بعدين دخل ما ادري وين برنامج خاص فيك. انا اسفه وايد. عادي عادي ولا يهمك، تصير وايد. حكي يما، عتبت عمك شاي. تسلم ايدك يما، ما قصرتي. مشكور. تفضل. زين الشاي عشان تشوفون تعرفون زين شغلكم. هاكي هاكي، هذا حقك. مشكورة. عفيتك الشاي. ها شلون الشاي؟ عجيب. عفيتك. خالتي سارة شفيج هسه ما شر، ليش قاعدة تبكين؟ ما فيني شيء، شوية مشاكل مع أبوي. خير إن شاء الله. زين أقدر أساعدك بشيء؟ مشكورة بس يا ريت تخليني بروحي. شمس شوف فيها طولت. حنانة صايرة حنانة ورنانة. خلود ايش فيك؟ ترى الشغل صبر، ما يبي وحدة كذي نفسك. نطري احنا نادونك. زين بنطر. الو هلا استاذة. اي عندي من زمان تنطرك. حاضر. ها اوكي طيب.
تنظرش بمكتبها وتبيك بروحك. بروحي؟ الله يستر. كذي أشكرت قطها بويهي؟ إيش دعوة؟ إيش تبي فيها بروحها؟ كلها مقابلة. الحين خلاص الكل قام يعرف إن صرت موظفة عندنا. أنا موظفة عندك من زمان طال عمرك. يعني شمس ما لاحظت شيء؟ يعني ما لاحظت إن في معرفة قديمة بيننا؟ مستحيل. أصلاً أنا حسست إني متخوفة من مقابلتك. تمام. عيل خلينا في المهم. ما شاء الله عليك طال عمرك. طول عمرك عقلية جبارة. وأنت بعد ما شاء الله عليك. نفذتي كل اللي طلبته منك بالحرف. تلميذتك. عموماً الحين تقدرين تتصلين فيني بأي وقت. تتصلين فيني مباشرة. بعد الحين الكل عرف إنك صرت موظفة عندنا في الشركة، يعني اتصالك فيني بشكل مباشر شيء طبيعي. حاضر طال عمرك. ما تدري يا وليد إيش كثر أنت خدمتني بهالموضوع. أنا ما أدري شلون أطلع من يزاك. لا إيش دعوة عليك، أنا ما سويت إلا الواجب. وي 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 بصدقك أنتي وليد ما يقصر مع الأوادم. تبيني يقصر معك أنتي؟ عاد أنتي عين السيح. بعد عيني عينك يا خالتي. جزاك الله خير ما قصرت. أنا ذنكم. إنك معك حياة الله. خذيني معك يلا. إن شاء الله إن شاء الله إن شاء الله يا الأنوت. الله يعدي هالأزمة على خير. بسوي لك غدا لا صار ولا استوى. إن شاء الله خالتي. هلا عنود حياتي شلونك؟ هلا حبيبتي سارة انت شلونك؟ انا الحمد لله بخير. سليم بس غكتك. عسى ما شرش فيها. اشتراني شفتي؟ اقول لك لئيمة. حسبي الله نعم الوكيل. ما علي الله يهداها. يلا خالتي تامرين على شيء؟ سلمي على امك. ان شاء الله يوصل. خلي بالك من الدار. ايش فيها الحياة داشة علينا بهالطريقة؟ أكيد أكيد وراها مصيبة. عارف عادل الله يبعدها عني وعن عيالي. هلا أخوي صالح حياك الله. بصراحة أنت ريال والنعم فيك ما قصرت وياي. قول وفعل. والمبلغ اللي دزيته بصراحة ما خطر على بالي. ما قصرت أخوي تسلم. شفت شلون؟ مثل ما قلت لك أهم شيء في الأسهم الخبرة وجمع المعلومات. دام كذي يا يلا بحط المبلغ اللي عندي كله وأنا مطمئن على قولتهم. ليش لا؟ وبكذي راح تحقق مكاسب أكثر وتسوي اللي تبي. لا وبدون ما تتسلف فلح. على خير إن شاء الله. فما الله. هلا يبا تبيني؟ ايه يا عمري. ايه ابيك. بيضتها يا وليد. الصراحه فاجأتني. اول شيء موضوع اختك وبعدين موضوع بنت عمك. الصراحه بيضت وجهي. مشكور يبا ما قصرت. يبا يبا لا تحسب يعني لما تزفني او تشد علي بالحكي كذي راح تكسرني. لا بالعكس كذي قاعد تزرع فيني العزيمه والاصرار اني استمر اكثر. لما يجي الوقت المناسب اللي اثبت لك فيه شغلي والحمد لله يعني صار الوقت المناسب. كفو كفو. انت مالك دخل. هذا شغلي انا وبس. ما احب احد يدخل بشغلي.
حرام اللي تسويه في سارة. كلكم تقولون حرام اللي تسويه بسارة، بس مو حرام اللي سويته فيني. يا ابن الحلال، المرة الحين متزوجة، خلها في حالها. معصي، إذا ما أخليها تبكي دم ما أكون أنا سلطان. بس يا سلطان، متى تنتهي من المشاكل؟ أنا ما صدقت طلعت من السجن وعشنا مع بعض، تقوم تدور المشاكل عشان ترجع له؟ فعل الله ولا فعلك. أنا ما فاولت عليك، بس دربك اللي أنت ماشي فيه معروفة نهايته. شوفي، الموضوع هذا ما بيشبط لنا مرة ثانية، ولا ما تلومين لنا نفسك. صراحة أنا مليت من سوالف أمي وسارة، كل يوم صيحة ونجرة وهوالراس. اي والله، كل ما نخلص من مشكلة يدخلونا مشكلة ثانية، البيت صاير إزعاج من صرخهم. زين تلقين شو الحل؟ ما في حل. الحل الوحيد إن أبوي ياخذ سارة ويحطها ببيت بروح عشان نفتك من الصراخ، لأن هما الثنتين ما ينفع ببيت واحد. مسكين أبوي كاسر خاطري، يسكت واحدة تتكلم الثانية وهو طايح بينهم. انتي تعالي شوفي دجاجة الحية اللي ما تستحي على وياها اختك اللي 24 ساعة قاعدة مع سارة، ما تقول احنا خواتها، كنا اعدائها. ما تدري ان قعدتها مع سارة تحرق قلب امي. امي صايرة كنا مرت ابوها، ومرت ابوها كنا امها. هذه كلها من تحت راس سارة، هي ام الشر، هي توشها علينا وما تقدر تقعد معنا كلش، لا معنا ولا مع امي. مرام، ايش قاعد تسوين؟ ترى والله ما اخذت وحده غيرها. لا عادي، انا قاعد اشيل شعرها كبس خالتي شمس، لان ابي احط لها شعر جديد. الشمس حبيبتي سوري، يعني هي ترى ما تقصد، يعني يا هل تعرفين الشيخة؟ خلاص الله يهداك، ايش فيش قاعد تبررين؟ ترى يا هل قاعد تلعب. وبعدين الكل يدري ان انا مريضة، جيت على هالبنت. خالتي شمس، تعرفين انا احبك وايد، باربي من نفسك. انا بعد احبك وايد. تعالي 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 بسرعة. حبي خالة. انا بعد احبك وايد 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 وايد. تعالي قاعدة يمي، خلينا نلعب بالعروسة. يلا، شنو اسم عروستك؟ باربي. ترشبي آخر مرة تسوين فيها كذي، ليش خليتي شعرها كاريش طويل أحلى؟ ها؟ لا. شنو لا؟ احتريتي منها لأن هي شعرها أطول من شعرك. لا. أمبلا. لا. أمبلا. وهذا أحلى شاي حق أحلى أبو بالدنيا. غريبة، شوفيش مستانسة اليوم، ونسينا وياك. إيبا، اليوم تصدق صدمني وليد طلع شاطر بالكمبيوتر، ما توقعتها كذي. ما شاء الله، رحتي للبيت ها؟ إيه. وفهمت شو صار، شو الموضوع، شلون طلع، شلون؟ إيبا فصل لي الموضوع، وراني مقطع مقطع شلون تزيف الفيديو. ها؟ إيه. والله وليد شاطر، أنا من زمان قايل عنه بالكمبيوتر شاطر. إنزين إيبا، ما عرفتوا منه، ما بين وياكم. لا يبا صراحة أنا مو شاكة بحد، بس إن شاء الله هاليومين يبين كل شيء. إن شاء الله. هي هذه الأخبار اللي تونس، أخبار الحلوة. ألو؟ نعم؟ شلون يعني مختفي؟ زي شو وظيفته هو؟ مشرف أمن مستشفى ويختفي؟ عيال أصدر تعميم بالبحث عنه وإلقاء القبض عليه. شكراً.
الو مرحبا. مرحبتين يا هلا. اخوي معاك من البحث الجنائية. يا هلا مرحبا فيك، تفضل. ممكن تراجعنا انت وبنتك الدكتورة عنود؟ ان شاء الله تامر اخوي. الو، هلا سعود. هلا. دقل علي ادارتكم يبوني انا والعنود. لا تشيل هم يا اخوي، لا تشيل هم، هذا مجرد تحقيق معاها بس. بلغوني في ادله جديده بدات تظهر لصالح العنود. ما قصرت يا ابو وليد، ان شاء الله الموضوع هذا ينتهي على خير. على خير ان شاء الله. يلا تعمرني على شيء. مع السلامه. مع السلامه. الو، السلام عليكم. شلونك ابو بدر، شخبارك يا اخوي؟ شو السالفه، زعلان علي ولا شنو؟ مقدم على اجازه اضطراريه، صار لي يومين للحين ما حد رد علي. ظروف عائليه، ربك يفرجها. حبيبي ابو بدر، حبيبي ما تقصر. على راسي. السلام عليكم. سلام. هاي بشانك؟ الحمد لله بخير يبا. والله كنت ابيك الموضوع من الصبح بس ما لحقت عليك. عامر يبا، قول ايش عندك؟ ابد، قاعد افكر صار لي فتره ابيع البيت اللي انا فيه واشوف لي شي بيت مناسب حقنا الحين. انا الصراحه لقيت لي فيلا، خوج فيلا وايد حلوه، فقلت خلاص ببيع البيت اللي انا فيه وفوق المبلغ انت تسلفني مبلغ شويه كذي بس ارجع لك اياه. شكلي حرجتك يبقى 12، يبقى اذا ما في سيوله خلاص اجل الموضوع. بس العبور راح يروح عليك. ماجد يبقى بصراحه ما بيك تزعل مني. انا بصراحه راح انت بيتك وفلوسه دشيت فيهم بالاسهم، بس اوعدك من ارباحهم بعطيك المبلغ اللي يكفيك وفوق زيادة بعد، ما بيك تزعل مني. عالجت الكثيرين بفضل الله من أمراضهم ولم أنتبه لمرضي، ومن بين الكثيرين كنت أنت الوحيد الذي عالجتني، شكرا لك. هلا عنود، الحمد لله بخير. انا اي كان تقريبا خلصت نسختك، حياك الله باي وقت اوريك اياها انا، فعليك حاضر. زين عافيه، لا تنسى ابي نسخه حق ابوي ضروري. اي هم حاضر، تامرين امر انت. مشكور يا وليد، انا ما ادري شلون ارد لك الجميل، شكرا. اي جميل الله يهداك، احنا ما بيننا هالكلام، احنا اهل. يلا مع السلامه. مع السلامه. Thank you.
العنود؟ سبحان مغير الأحوال. شيوع اخذ. شفيك متضايق؟ لا مبين اشكره متضايق لانك راح تسقط وراح اضحك عليك. انت عبالك الموضوع وايد يهمني ولا انا متضايق ولا متاثر؟ اصلا اذا بينجح الموضوع لعبتي، بس يعني مثل ما انت عارف انا احب اخذ السنه بسنتين. ما شاء الله، اقول انا التفلسف الزايد. انت مبين عليك مقهور، لا وراح تبكي بعد. شوف تدري انت يعني لما تتخرج ان شاء الله الشباب كلهم راح يستانسون. ايش دعوه ليش؟ لانك تسولف وايد ولانك نشبه ولانك تنرفز. ما شاء الله الحين انا كل هذا؟ اوكي. يلا وليد خلص شغلك بنت عمك، خلينا نخلص من هالسالفه. ما عليه خالتي، في وقت. قهوه قاعد ينسخ. لا ما قلتي، ابوك وين في؟ ابوي بالبيت خليته، قال ببدل وي. يلا يا كريم، انا نخلص من هالشغل او تطلعين براءة. ان شاء الله بفضل الله، ولد عمي بعد ما يقصر. يلا. ركزوا معي. هلا عمري دلون. ايش فيك معصبه؟ هدي ايش فيك؟ انا من امس قايل لك على موضوع بنتي وهذا الشيء ما اقدر اجله. اي صح، انت قلت لي بتخلص موضوع بنتك وعقب بتمر، وتوقعت انك تكون موجود. انت تدري مناقشتي مو كل يوم تتكرر. يا عمري ادري ما يتكرر، حتى موضوع بنتي ما يتكرر. عاد انت قدري شويه، قدري ظروفي. يلا مع السلامه. هذا اكيد ابوي. انزين خلنا بطل الباب. لا يبا خليك، انا بطل الباب. يلا يا كريم، ان تخلص هالشغله على خير ونفتك واشوفك عروس ان شاء الله. ان شاء الله خالتي بوجودك. عاد عمري. هلا عمي. هلا والله. السلام عليكم. السلام. هلا عمي، شلونك؟ الحمد لله بخير عمي. شو اخبارك؟ انت شو اخبارك؟ ما شاء الله عليك، وصلتني اخبار طيبه عنك، يعطيك العافيه. هذا واجب يا عمي، واجب. حياك تفضل. لا مستعد، عندنا شغل والله مو مهم. عيل ثواني بس ايب الفلاش وارجع لك. يلا توكل على الله. صبحت يا رب الخير اختي فاطمه. هلا والله. هلا سعود، صباح النور والعافيه، شلونك؟ الله يعطيك العافيه، الله يسلمك. يلا يبا نمشي؟ يلا يبا. خلي بالك على روحك، ها؟ ان شاء الله. وطمنيني. ان شاء الله، الله حافظك. هلا يبا. تفضل عمي. مشكور، جزاك الله خير. يعطيك العافية حبيبي. الله يعافيك عمي. يلا السلام عليكم. موفقين يا رب. مع السلامة اختي. الله معك. هلا سعود. دكتور سعود، التهام موجه ضد بنتك، التهام خطير جدا، ولولا فلاش الميموري هذا كان ما بانت براءتها. احنا اليوم نكتب بتحقيقاتها ونعاود باكر ان شاء الله باذن الله. مشكور استاذ، جزاك الله خير. وانا واثق من براءة بنتي ان شاء الله. ان شاء الله، واحنا بنكمل كل التقارير ان شاء الله باكر مع الادله ونقدمها قدام القاضي. ان شاء الله خير.